السلام عليكم. اليمن بين المجاعة والأموال المنهوبة، عنوان عريض ومؤلم ومؤثر في عموميته، فكيف بتفاصيل الحديث عن الذي نزع لقمة العيش من أفواه الشعب الفقير ليحولها إلى حسابات بنكية وشركات عائلية خاصة علنية ووهمية؟ لجنة العقوبات كشفت بعض الأرقام وأماكن الأصول المالية وكذا الهيكل المالي لصالح وأركان حكمه وعائلته، وهم الذين وزعوا مورد البلد في بنوك العالم، بينما توزع اليمني في عواصم المنفى والغربة للبحث عن سبيل العيش بعد أن ضاقت به البلاد التي يحمل اسمها في جواز السفر. الحضور الواسع للحديث عن الأموال المنهوبة في جنيف وكذا تقارير لجنة الخبراء أعادت هذا الملف مجددا إلى الواجهة، وخصوصا التقارير التي أوردت قاعدة بيانات وأرقام لأموال المخلوع التي نهبوها على حساب حبات العرق في جبين هذا الشعب العامل والمكافح. التشريعات المنجزة في مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالأموال المنهوبة وكذا صدور مشروع قرار سابق لاستعادتها أساس يمكن البناء عليه على الصعيد المحلي، كما يؤكد متابعون، إلا أن تتبع الجهود المنجزة للجنة الخبراء هو الأمل الكبير إذا تعلق الأمر باسترداد تلك الأموال. مشاهدينا الكرام، حول اليمن بين المجاعة والأموال المنهوبة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي همدان العلي المدير السابق لمشروع استرداد الأموال المنهوبة المنفذ من قبل منظمة الشفافية الدولية في اليمن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك. قبل أن نبدأ نقاشنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. تقول التقارير الأممية الإنسانية إن المجاعة تتربص بملايين اليمنيين، مطالبة بضرورة إيصال المساعدات للمدنيين. وتقول تقارير لجنة العقوبات إن المخلوع وأركان حكمه لديهم حسابات بنكية في أنحاء العالم تحوي أموالا منهوبة لهذا الشعب المعذب والفقير. ندوة الأموال المنهوبة في جنيف كشفت بعض خيوط الأموال المنهوبة، وتحدث عدد من الخبراء الدوليين منهم مسام باسندوة التي قدمت ورقة بعنوان الأصول المنهوبة من اليمن المكدسة في أرصدة المخلوع صالح. ناقشت عمليات السحب على دفعات قام بها المخلوع حين كان في سدة الحكم من احتياطي النقد الأجنبي من المصرف المركزي، كما قام بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع المركزي في المحافظات وإلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخارج. وتحدثت أيضا عن تقارير حول صفقات مشبوهة لبيع الأراضي والغاز والأسلحة. همدان العلي الخبير اليمني السابق في منظمة الشفافية الدولية تحدث عن عملية استرداد الأموال اليمنية المنهوبة بأبعادها الاقتصادية والقانونية والإنسانية. تقرير فريق الخبراء المرفوع إلى لجنة العقوبات أشار إلى رصد تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول بينها دول عربية. تقول اللجنة إن خالد علي عبد الله صالح استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم غسيلها في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014. كما قدر تقرير سابق إجمالي الأصول التي استولى عليها الرئيس السابق ما بين 32 إلى 60 مليار دولار، يعتقد أن معظمها قد نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو بأسماء شخصيات مقربة منه. يرى مراقبون أن العقبات التي تحول دون استرداد هذه الأموال غياب الخطة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، وفي مقدمة ذلك قانون يعمل على استرداد الأموال المنهوبة أو استراتيجية وطنية لإدارة الأموال المستردة. إذن نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا أستاذ همدان. بداية لو تحدثنا اليمن بين المجاعة والأموال المنهوبة، نود أن تحدثنا بشكل إجمالي عن هذه الثنائية. تعرفون ويعرف العالم جيدا بأن حوالي 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة عاجلة بحسب التقارير الأممية، 17 مليون منهم يعني على شفا المجاعة إن صح التعبير، وهذه كارثة، كارثة كبيرة جدا. لكن يعني ومثل ما كان الفساد أيضا أحد الأسباب الذي أدت إلى هذه المرحلة ومن ثم بعدها الحرب، نعتقد بأن الأموال أيضا المنهوبة قادرة على أن تساعد على التخفيف من معاناة اليمنيين. العجيب أننا اليوم كدولة نتسول من دول العالم المساعدات، بينما لدينا أموال موجودة في أكثر من دولة وهي معروفة يعني وموضوعة بأسماء أشخاص ورموز لطالما يعني عرفت بالنهب والفساد خلال الفترة الماضية. وبالتالي أعتقد أنه نحن
مطالبون بالعمل الأكثر لتحديد ومحاصرة هذه الأموال واستعادتها لمساعدة اليمنيين. نعم، خلال هذه الحلقة سنتحدث عن آلية ذلك أستاذ همدان، ولكن قبل ذلك يعني هناك حراك دار في جنيف حول هذا الموضوع، حدثنا عن تفاصيله. في الحقيقة تمت ندوة أو تم تنفيذ ندوة من قبل التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جنيف، وذلك يعني مساهمة من التحالف لتسليط الضوء على هذا الجانب المهم، خاصة ومجلس حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان يتم حاليا دراسة يعني إمكانية إصدار قرارات متعلقة بهذا الشأن. يعني مجلس حقوق الإنسان وهذا الشيء يعني لم يكن وارد في السابق، مهتم بشكل كبير على في موضوع أو بموضوع استرداد الأموال المنهوبة، ويعني يعني كان لابد من استغلال هذه الفرصة لإيصال صوت اليمنيين ومعاناتهم والمطالبة ومطالبة المجتمع الدولي بأن يقوموا أو بأن يساعدوا اليمنيين في استعادة هذه الأموال عن طريق إجراءات مختلفة. يعني ما هي أهمية إصدار قرار من قبل مجلس حقوق الإنسان بهذا الجانب؟ يعني مجلس حقوق الإنسان يحرص على التأكيد على حقية هذه الشعوب بهذه الأموال، خاصة الشعوب التي تعاني مثل اليمن. أنت تعرفين جيدا أن الأموال المنهوبة يعني ليست أهمية المطالبة بها فقط لمساعدة الفقراء، ليست فقط هي إنعاش يعني لميزانية الدولة بشكل عام، وليس هذا فقط. الأموال المنهوبة لها دور كبير أيضا في استطالة أو إطالة أمد الحرب. صح. الأموال المنهوبة لها دور كبير في إدخال الأسلحة. الأموال المنهوبة لها دور في شراء ذمم القبائل. الأموال المنهوبة لها دور طبعا المنهوبة في الداخل موجود ما زالت موجودة في الداخل، والأموال أيضا التي في الخارج. الأموال المنهوبة لها دور في يعني استغلال الفقراء والدفع بهم إلى جبهات القتال. الأموال المنهوبة لها دور في شراء الذمم الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الكبرى في الخارج. وبالتالي عندما نتحدث عن استرداد الأموال المنهوبة نحن نطالب بإيقاف الحرب، نحن نسعى بخطوة عملية لإيقاف الحرب، نحن إضافة لذلك نحن نريد أن تعود هذه الأموال لإنقاذ أرواح الأطفال. يعني ما يقارب نصف مليون طفل. صح. يمني مصاب بسوء التغذية ومهدد بالموت. يعني هذه جريمة أن يكون لدينا هذا الرقم المهول من الضحايا وأموالنا موزعة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا في جزر وشاليهات في شركات متعددة كما كشفت عنها وثائق بنما. نعم. هذه جريمة، أنا أعتقد جريمة في يعني، والمسؤولية تقع علينا نحن اليمنيون أولا قبل ما تكون مسؤولية الذي سرق الأموال، لأننا لم نطالب بها. يعني نعم، إذن تنضم معنا عبر الهاتف دكتورة وسام باسندو أستاذة العلوم السياسية من جدة. مساء الخير دكتورة وسام. دكتورة وسام هل تسمعينني؟ إذن سنعاود التواصل بك دكتورة. نعود إليك أستاذ همدان، يعني تمت الإشارة إلى آلية يستند إليها المخلوع في جمع تلك الأموال وإخراجها أيضا، هل يمكن أن نطلع على المشاهد على تلك الآلية التي تحدثتم عنها؟ آلية إخفاء الأموال؟ نعم. طبعا بالتأكيد مثل هذه الأموال الملوثة أو الناتجة عن ممارسة فساد إبقائها في الداخل أمر فيه من المخاطرة، يعني فيه قدر كبير من المخاطرة. نعم. ولهذا كان لابد، وهذا داب كثير من الزعماء العالم، كان لابد من إخفاء هذه الأموال عن طريق يعني إنشاء شركات وهمية، عن طريق شراء عقارات، عن طريق تحويلات مالية، غسيل الأموال. هذه الممارسات كاملة وأكثر، يعني الاقتصاديين أعرف بها وأعلم، كان هدفها إخفاء ويعني ومحو أو إلغاء أو تفويت فرصة أي باحث يعني لهذه الأموال. هذه الأموال يعني كما شاهدناها في القرار الأممي، وهي جزء يعني جزء من الأموال التي تم الكشف عنها، يعني أعتقد أنها
أدخلت أو من خلالها يعني تزايدت خلال فترة خلال السنوات الماضية من خلال تشغيلها وممارسة بعض الأعمال الاقتصادية بها، وهناك جزء كبير منها لا نعرف عنه شيء، لكن ما يهم الآن هو الذي قد عرفنا أين هو وما الذي يجب أن نقوم به لاستعادته. إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة من عدن السابق من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي هل تسمعني؟ ألو نعم مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. لو تحدثنا بداية عن أهمية لجنة العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة على صعيد التحولات السياسية في اليمن. أعتقد أن أهمية هذه اللجنة كانت جزء من قرارات مجلس الأمن. نعم. وهي جزء من القرار، وهذه القرارات التي بدأت منذ العام 2011 وما تلاها، لكن عمليا إلى الآن لم تمارس، ما زالت أعمالها مجرد تقارير وحصر، لم يتم إلى الآن تجنيد أموال محددة في بنوك محددة بدقة. أيضا أعتقد أن العمل على الملف هو بشكل عام بطيء ربما من جانب، ومن جانب آخر تظل مسألة الأمم المتحدة التي تراوح مكانها في التفاوض، لا زالت عند مسألة التفاوض مع الأطراف، لم تجزم باعتبار أن هذا الطرف رغم وضوح القرارات أن هذا الطرف لديه أموال محددة نهبت من أموال الشعب اليمني ويجب إعادتها إليه، لكن آلية الإعادة إلى الآن الحكومة مرتبكة في هذا الملف وفي الملف عموما، باعتبار أن هذا جزء من الملف الخارجي. الحكومة اليمنية لديها إشكال كبير في ترتيب أوراق ملفاتها وآلية عملها بين ما هو داخلي وما هو خارجي، هي تعاني الآن إشكالية كبيرة، وهي إشكالية الإغاثة في كافة المناطق، على الأقل مثلا في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين. لماذا لا يتم الضغط وطرح هذه المسائل أثناء طرح المشكلة الإغاثة في اليمن؟ والمشكلة كبيرة جدا، لا يتم تخصيص مجموعة من هذه الأموال إذا رصدت وحددت أماكنها وبنوكها وتغطيها الأمم المتحدة بقرار، بحيث يمول قسم من هذه الأموال مثلا الإغاثة في الجمهورية اليمنية بأن تحول إلى أحد منظمات الأمم المتحدة وتكرر نفس البرنامج الذي كان في العراق، النفط مقابل الغذاء مثلا. نعم أستاذ عبد الهادي، يعني هناك من يطرح أن هذه الأموال هي تساعد، يعني وهذا ربما رأي ضيفنا الأستاذ همدان العلي، أن هذه الأموال هي تمول الحرب وتطيل من أمدها وقوضت أيضا العملية السياسية، هل تتفق مع هذا الطرح؟ بالتأكيد، من أين تمول الحرب؟ هل هؤلاء وصلوا إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي؟ هذه المناطق نعرفها، نعرف إيراداتها، هناك عملية نهب، هناك نفضا لما تبقى لدى بعض البيوتات التجارية. نعم ندرك أن 80% من دخل الجمهورية اليمنية كان مستكرا في صنعاء بيد هذا ما يعرف لدى الناس مجازا بالمركز المقدس الذي نقل كل إمكانيات البلد إلى صنعاء وسيطر عليها. الآن استنفذ احتياطي البنك المركزي، استنفذ احتياطي المؤسسات التقاعدية ومؤسسات التأمينات، بقية البنوك جرى التصرف بأرصدة مؤسسات وغيرها، يجري فرض إيكاوات، يجري استنزاف تام لثروة قرن من اليمنيين، وتجري استنزافها وتبديدها غير ما استنزف وبدت طوال ثلث قرن بدده صالح وجرى استنزافه. فبالتالي هي المسألة كيفية إدارة الملف فقط لا غير، هذه المسألة يجب أن تطرح، لكن يبدو أن هناك أيضا أطراف غير جادة سواء على مستوى أو لا تمتلك رؤية بالأسف أو بالشكل الصحيح، لا تمتلك رؤية، ليست لديها خطة لآلية التعامل مع هذا الملف. هناك مناطق فعلا دخلت مرحلة مجاعة، نحن نتكلم عن مرحلة مجاعة في بعض المناطق، الآن يجري استغلال هذا الملف لفرض التفاوض وكأن تناسى الناس السبب الأساسي هو أن هناك انقلابا عسكري يجب إسقاطه، باعتبار أن الإدارية الغربية لا تتعامل مع
مناطق جرى فيها الانقلاب على السلطة، وهناك تجارب كثيرة الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا في أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا، لكن مع الأسف الشديد يتغير الموقف عندما نصل إلى مسألة اليمن أو بلدا في العالم العربي الإسلامي، بالتحديد في العالم العربي والإسلامي. هناك المسألة تختلف، لا ندري ما هي المقاييس التي تعتمد عليها الأمم المتحدة وتكرر لنا عبارة نحن منظمة ليست لنا مصالح، نحن منظمة تعمل عملية توفيق، وذاك الكلام الذي يكرره عادة ممثلي الأمين العام. وهذه المسألة مربوطة بالدول الخمس، هناك قرارات واضحة على السلطة الشرعية والتحالف العربي الضغط بتحويل قسما من هذه الأموال إلى الإغاثة أولا، ليثبت مصداقية أن هناك فعلا هما إنسانيا فيما يخص مجاعة الشعب اليمني ومواجهة مجموعة كبيرة منهم يعني المطبوعا. هذه مسائل لا يمكن السكوت عنها، وهي تقتضي أيضا حركة على المستوى العسكري، حركة على بقية المستويات، على الحكومة المشطورة الجمهورية اليمنية ما بين مارب وعدن أن تجتئم وتبدأ بإعادة ترتيب أوراقها وأن تمارس عملها كسلطة على الأرض بشكل جاد ومنطقي. وهذا هو جزء من تلك الملفات التي هي بيد الحكومة وليست في أيدينا. نعم، نحن كمواطنين الآن، لكن لسنا في منطقة المسؤولية. هذه المسألة يجب أن توجه لمن بأيديهم الشأن كيفية ترتيب أولوياتهم وأوراقهم بدلا من المعارك الجانبية وحالة الاستنزاف التي أعاقت قسم كبير من عملية التحرير واسترداد الدولة. يجب استرداد الدولة أولا قبل الأموال، لكن نحن في ظرف علينا أن نناقش مسألة الإغاثة أو الجانب الإنساني وكيف يمكن طرحه بدلا من التحرك الذي تبديه الخارجية اليمنية وتبديه أيضا سفاراتها وتبديه المنظمات الإنسانية التي كل يعمل في اتجاه غير منسق، ولغياب خطة أو آلية عمل منظمة تحرك كل هذه الأطراف. لدى الشرعية ممكنات كثيرة، لكن ما الذي تستخدمه؟ هنا يظل السؤال العملي، ما الذي تستخدمه وما الذي تستطيع إنجازه تحديدا في الفترة القادمة؟ نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة السابق، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ همدان. أستاذ همدان، يعني تحدث الأستاذ عبد الهادي عن نقاط كثيرة، يعني ربما يعني الفكرة هي كيف يمكن أن تستغل هذه الأوراق الحكومة الشرعية، كيف يمكن أن تنفذ أولوياتها. يعني صحيح أن هناك لابد من استرداد الدولة قبل استرداد الأموال، ولكن هناك أيضا جانب يمكن الضغط عليه من خلال المجاعة التي يعيشها اليمنيون، ممكن الضغط بها على الخارج لاستعادة هذا الجزء الذي ربما كشف. للأسف الشديد يعني الأوراق التي قدمتها اطلعت عليها، هناك يعني عمليات تمت تحويل وفتح شركات بعد استصدار القرار، فأين المجتمع الدولي من هذا كله؟ طبعا للأمانة ما تم إنجازه خلال أو يعني إظهاره وتحديده من أموال، أنا أعتبره شخصيا إنجاز من قبل الفريق فريق الخبراء، لأننا قبل الأحداث الأخيرة أو قبل 21 مارس إعلان التابعة العامة الذي وهو إعلان حرب الحوثيين، ما كناش نعرف أي معلومة أو لم نكن نعلم أو نملك أي معلومة خاصة بالأموال التي نهبها علي عبد الله صالح. أما اليوم فلدينا معلومات ولدينا أرقام ولدينا تفاصيل، وهذا بالنسبة لي إنجاز. أيضا الأستاذ تحدث عن عدم وجود أموال تم تجميدها، لكن فعلا في حقيقة هناك أموال تم تجميدها بحسب التقارير التي تم تسليمها لمجلس الأمن من قبل فريق الخبراء. عملية استرداد الأموال عملية معقدة جدا. أنا أعتقد بوجود هذه المعلومات والبيانات والأرقام قد يعني خطونا مسافة لا بأس بها، ربع المسافة. الآن المهمة على الحكومة. نعم. ما يخص ما تحدثت عنه قبل قليل، الإجراءات التي يجب أن تتم من قبل المنظمات الدولية أو المنظمات الأممية تحديدا، أعتقد أنه مهمة المنظمات الدولية تنتهي في تحديد هذه الأموال. نعم، وكما قلت تبدأ يعني أنا حددت لك أنه في أموال لك في المكان الفلاني، ما الذي يجب عليك هو أن تذهب لتطالب بها فقط، وهي تساعدك بحكم ان احنا يعني دوله يعني تحت البند السابع او الخاص بالامم المتحده.
وبالتالي المهمة ما نحن المعنيون بها. الأمر الآخر المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة وبعض الدول التي فيها أموال، هذه أيضا من الفرص التي بالإمكان استغلالها، ربما يعني هي مقدمة على إجراء وهو هام جدا. كان في السابق لكي تسترد الأموال يجب أن تثبت بأنها أموال ملوثة أو ناتجة من ممارسات فساد، وهذا كان يعقد العملية. يعني تخيلي أريد أن أسترد أموالي، يجب أن أثبت أن علي عبد الله صالح بحكم محكمة قضائي أنه مارس الفساد وأخذها من ممارسة فساد. العملية كانت يعني شبه مستحيلة، كيف أثبت أن علي عبد الله صالح أخذها عن طريق ممارسة فساد؟ لكن اليوم أو ربما بعد فترة، في خلال الفترة القادمة، لأن هناك منظمات تعمل لإنجاز هذا العمل، هو ربما ستقوم بعض البنوك والدول بتسليم هذه الأموال للدول الأصلية بالذات التي تعاني، مثل المجتمعات مثل ليبيا، مثل اليمن، مثل سوريا مثلا، ومن ثم على صاحب الأموال هذا أو من يعتقد أنها حقه أن يثبت أنها أمواله وأنها ناتجة عن ممارسات سليمة أو عن ممارسة نشاط اقتصادي سليم وليست يعني العكس. العكس على نعم. مثلا علي عبد الصالح أن يثبت أن هذه الأموال أيوة ليست ناتجة نعم. عن ممارسة فساد، وهذه إيجابية وهذه فرصة بالنسبة لنا. بعض الدول زي سويسرا على ما أعتقد بدأت تتناول هذه الفكرة، وأعتقد أنه خلال الفترة الجاية سيكون لمجلس حقوق الإنسان دور في تثبيتها. نعم، إذا أنت أيضا تحدثت في الندوة أستاذ همدان عن عملية استرداد هذه الأموال المنهوبة بأبعادها الاقتصادية والقانونية وأيضا من الناحية الإنسانية، يعني هل حدثنا عن ذلك بشكل أوسع؟ هناك خطوات يجب أن تقوم بها الحكومة إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية. إذا توفرت الإرادة السياسية قبل كل شيء يجب أن تتوفر، مثل مكافحة الفساد. مكافحة الفساد كي تكافح الفساد لا يكفي أن تنشئ هيئة ومؤسسات معنية بمكافحة الفساد، يجب أن يكون لديك إرادة سياسية. إذا توفرت الإرادة السياسية عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يجب أن يقوموا أولا، لا نقول بإصدار قرار أو إصدار قانون، لأنه أنتم عارفين الإشكالية التشريعية الموجودة الآن في اليمن، وبسبب الإشكالية التشريعية ربما من الصعب جدا يعني إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، لكن بالإمكان حاليا بحسب قانونين إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة، وهذا بالإمكان غدا يسويها رئيس الجمهورية. هذه الخطوة الأولى التي يجب أن تتم، يعني إذا كان في نية لاسترداد الأموال المنهوبة. الأمر الثاني تفعيل القضاء. الأمر الثالث وهو مهم جدا، إصدار قانون أو لجنة قرار تكون معنية بإدارة الأموال المستردة. هناك كثير من الدول ترفض تسليم أي مبلغ حتى وإن ثبت أنها ناتجة عن ممارسة فساد القائد الفلاني أو المسؤول الفلاني، إلا بشرط أن يتم إنشاء أو يعني تبيين أين ستذهب هذه الأموال. يعني يقول لك مش معقول أنا بأخذها من جيب محفظة علي عبد الله صالح وأردها في محفظة القائمين الجدد. يعني فلا بد من لجنة أخرى أو ربما نفس اللجنة تكون معنية بإدارة الأموال المنهوبة، ولتطمئن الدول التي لديها هذه الأموال، والتي طبعا هذه الدول مقسومة نصفين، في دول لديها رغبة بتسليمها وفي دول تعتاش منها. يعني فهذا أمر مهم جدا، ويعني أعتقد أنه سيكون الأمر سهل جدا، خاصة وهناك يعني سهل جدا مقارنة بالسابق، خاصة وهناك دول ضمن التحالف العربي ولديها أموال مثل الإمارات المتحدة. أعتقد أنه من الصعب يعني من غير المنطقي أنها تمانع في إعادة هذه الأموال، خاصة وهي معروفة أنها للأطراف السياسية المهمة. إذن نستكمل حديثنا أستاذ همدان، أنت أستاذ المشاهدين، بالذهاب بعد الذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، مرحبا بك من جديد أستاذ همدان. أستاذ همدان، يعني تحدثت عن أن يفترض مثلا كدولة مثل الإمارات أن لا تمانع يعني إعادة هذه الأموال، أين الإشكالية حتى الآن لم يتم إعادتها؟ هل الحكومة لم تطالب بها بعد؟ هل هناك مماطلات؟ ما المانع يعني أن تعيد الإمارات كربما مبتدأ لبقية الدول؟ ها أنا أسلم الأموال التي لدي، ربما تتحرك بقية الدول الأخرى. أنا شخصيا لا أعرف بالضبط ما هي أسباب عدم إعادة الأموال الموجودة عند الإمارات تحديدا، لكني أعتقد أن الإشكالية هي لدى الحكومة. الإشكالية ليست، أنا أيضا أعتقد أنه ليست الحكومة قاصدة في تجاهل هذا الملف، وإنما عدم دراية، وهي بحاجة إلى هل يعقل يعني إشارة. خلال منذ أن يعني صدر قرار مجلس الأمن حتى الآن الحكومة ليست على دراية بأنه يجب عليها أن تطالب الظن. بهذه أنا شخصيا أحسن الظن، لكن هذا يعني أحسن ظن إلى أبعد يعني ليس منطقيا. أنا أحسن الظن، ومن هنا أستغل الفرصة وأطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن يولوا هذا الملف اهتمام بالغ. أنت تعلمين أن خاصة أنه يعني سيفتح لهم مجال كبير، يعني الآن البنك ميزانيته صفر، لا رواتب، ينتظرون مساعدة الدول الأخرى ولديهم الأموال. تخيلي أن الأمم المتحدة طالبت المجتمع الدولي بحوالي 2 مليار دولار مساعدات، ولم يصل في الربع الأول من هذا العام، لم يصل لهم إلا 6%. يعني الأمر مقلق جدا. هذا طبعا يعني حسب النداء لإنقاذ 12 مليون فقط من ممن يعني يحتاجون طبعا الأموال المنهوبة المعروفة الآن. 19 نعم. الأموال المنهوبة المعروفة الآن يعني المحددة الآن لا يمكنها، يعني ليست كافية لحل الإشكالية، ولكن أقصد أنه من المعيب جدا أن نذهب لأكثر من دولة ونتسول منهم وأموالنا موجودة. يعني هذا شيء غير متوقع. أيضا هناك التزام أخلاقي لدى المجتمع الدولي والدول التي فيها أموال، أنه الناس يموتون ويجب عليكم أن تقفوا موقف أخلاقي وإنساني حازم أمام هذا الأمر. يجب أن تعيدوا أموال اليمنيين، ومن ثم يعني بالإمكان في حال أنه ثبت أنها ليست لليمنيين وأنها خاصة بأشخاص، بالإمكان ردها في الوقت المناسب. وهذا ما تسعى إليه بعض المنظمات في سويسرا، يعني لترسيخه في هذه القضية أو في هذا النوع. إذا أستاذ همدان، ينضم معنا المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك العزيز حمدان ولمشاهديك جميعا. أهلا بك أستاذ عبد الله. يعني بداية نود أن تحدثنا عن أهمية رصد ما يحدث الآن من نهب للأموال العامة، للقرارات التي يتم اتخاذها للكشف عن هذه الأموال من قبل لجنة العقوبات. يعني بالتأكيد هنالك أهمية كبرى لموضوع يعني استرداد الأموال المنهوبة. كان هنالك ندوة عقدت على هامش فعاليات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، وكان هنالك ورقة مهمة قدمها الأخ همدان تحدثت عن أهمية هذه الأموال المنهوبة بالنسبة لحياة الناس وإنقاذ الناس والتأثير على يعني على أوضاعهم، باعتبار أن هذه أموال مهدرة، هذه أموال يمكن أن في حال تم استردادها ستغير كثيرا من الواقع. لكن أيضا هي للأسف هنالك كثير من الإشكالات حول هذه الأموال، كثير من يعني هنالك توقعات أن هذه الأموال إذا ما تم بهذا الشكل محاولة استرجاعها ربما ستستمر الأمور عشرات السنين، ربما 10 أو 15 أو 20 سنة. هذا في حال أنه استطعنا أن نصل إلى بالفعل، أو استطاعت أيضا اللجنة الدولية وجهود الحكومة التي إلى الآن ما زال غائبا في الوصول إلى مثل هذه الأموال. لكن هناك أمر أعتقد أنه من المهم أن يبدأ حالا، وأنا تحدثت عن هذا الأمر في الندوة، وهو موضوع أنه ما تم نهبه خلال 33 عاما ويقدر من 32 إلى 64 مليار دولار، تم نهب خلال عامين فقط أكثر من أو ما يمكن أن يقدر بعشرة مليارات دولار من قبل تحالف الانقلاب. خلال هذه المدة القصيرة
تم نهب كل شيء، ليس فقط أموال البنك المركزي التي كانت تقدر تقريبا بأكثر من 5 مليار دولار، لكن نتحدث أيضا عن أموال التأمينات، نتحدث عن أموال الضرائب، الجمارك، عائدة النفط التي كانت تصل. كل هذه الأمور طبعا بغض النظر أيضا عن موضوع السوق السوداء وكل الأمور المتعلقة بها، نحن أمام كارثة حقيقية. نعم، لكن يعني ما مصير هذه الأموال التي تم نهبها خلال عامين؟ يعني هل يمكن أن تدخل ضمن الإطار في بحث لجنة العقوبات عن الكشف عن الأموال المنهوبة؟ أولا لابد أن يكون هذا الأمر موضوعا في الاعتبار، ويجب أن يكون للدولة حديث عن هذه الأموال وإبلاغات واضحة ومحددة للأمم المتحدة في توضيح ما حصل من نهب للأموال العامة. أيضا المنظمات المعنية بهذا الأمر، المنظمة يعني أقصد منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الأمر، أيضا أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر، عليها أن تبدأ فورا بموضوع التوثيق لما حدث. هنالك شواهد كثيرة، أشخاص كانوا يعني شحاتين، فقراء لم يملكوا شيئا، أثروا بشكل فاضح. هؤلاء لا يمكن أن تكون أن يكون لديها يعني أي طريق وأوصلتهم إلى هذه الثروة الهائلة إلا عن طريق هذه الأمور. وبالتالي أعتقد أنه من المهم أن يكون هنالك الآن توثيق وتدقيق، خاصة أننا نستطيع الآن، يعني نستطيع قبل أن تمر الأيام وتمر السنوات، وبالتالي سنقع في إشكاليات التي تعرضت لها الأموال التي يعني نهبها المخلوع وحاشية المخلوع، وتاهت في كثير من الدهاليز أو من الإشكالات البيروقراطية وغيرها. هنالك شواهد كثيرة، أعتقد أنه من المهم أن يكون هنالك جهد في البدء فورا. يعني تقصد أن يسلط الضوء على هذه الفترة، لكن أستاذ عبد الله يعني إذا كانت إلى حد الآن الحكومة ربما لم تطالب بشكل واضح الدول التي يعني عرف أن أو كشف أن لديها أموال منهوبة، لم تطالبها حتى الآن باسترداد هذه الأموال، كيف يمكن يعني للحكومة أيضا أن يعني تضع أو تسلط الضوء مجلس الأمن ولجنة العقوبات على هذه الفترة العامين التي تتحدث عن نهب 10 مليار دولار تم فيها؟ يعني بالتأكيد هنالك ربما يكون عذر للحكومة بعد الانقلاب، يعني لكن كان هنالك جهد كان يجب أن يتم ما بين في الفترة الانتقالية ما بعد يعني ما بين 2011 دورة 2011 حتى 2014، كان هنالك تساهل كبير، ويبدو أن كانت يعني الانقسام الحادث ما بين في الحكومة الوفاق الوطني هو الذي جعل هذا الأمر ربما يكون غائبا أو مغيبا. لكن أيضا بدأت الانقلاب، أعتقد أنه كانت هنالك كثير من الأمور تشغل الحكومة، وخاصة أنها كانت تعمل من الخارج، لكن الآن أعتقد أنه لا عذر بالاهتمام في هذا الملف، لأنه ملف مهم جدا جدا. مخاطبة ليس فقط مخاطبة الدول، أعتقد أن مخاطبة الدول مباشرة يعني يجب أن تمر بالأمم المتحدة، وأيضا أن يكون لدينا جسم قضائي يبدأ في فتح هذه الملفات وإصدار أحكام واضحة. وأنا أقول أنه سيواجه صعوبة في ذلك، لكن هنالك كثير، أعتقد أن الأخ حمدان يمكن أن يتحدث أكثر عن آليات الاسترجاع الأموال وآليات إثباتها، لكن ما يهمني هنا وأنا أؤكد عليه وأصر عليه أنه هذه الفترة التي عشناها السنتين ما زالت بأيدينا، يجب أن يكون هنالك جهد رسمي وجهد شعبي في محاولة رصد وتوثيق هذه الإسراءات، هذا البذخ أو الإسراف الذي حدث في نهب الأموال العامة، أيضا في تسجيل السجلات أو العثور على السجلات وتسجيل الأرقام. هنالك أموال عامة كثيرة جدا لمؤسسات تم سحبها من حساباتها، تم تحويلها إلى حسابات أخرى. هنالك عمل يجب أن تقوم به الحكومة عبر يعني عبر أدواتها في داخل الحكومة الانقلاب. أنا أعتقد أن هنالك إمكانية لرصد كل هذه الانتهاكات وهذه النهوبات وهذا السرف في سرقة المال العام، أيضا رصد الأشخاص وأسمائهم، هؤلاء الأشخاص الذين أثروا خلال سنتين وتحولوا من يعني من معدمين الى مليارديرات. اعتقد انه من المهم من السهل، نعم ايضا كشف، واعتقد انه ما زال من السهل الان،
قبل أن تضيع الأمور في دهاليز أخرى وربما تخرج الأموال إلى خارج اليمن. أعتقد أنه بالإمكان الآن العمل بجهد كبير في هذا الإطار. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله إسماعيل محلل سياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ همدان. أستاذ همدان، يعني ربما تحدثنا عن آلية استرجاع هذه الأموال، ولكن هناك عقبات تحول دون استرداد اليمن لأموال المنهوبة، ربما أسميتها أنت بنقاط الضعف، حدثنا عنها. قبل نقاط الضعف أنا أريد أن أتحدث قليلا عن جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في السابق قبل 21 سبتمبر في مجال استرداد الأموال المنهوبة، خاصة في مؤتمر الحوار. كان هناك جهود حقيقية، يعني كان أهمها هو العمل على مشروع استرداد الأموال المنهوبة. كانت المشكلة هي وجود نصف الحكومة من قبل النظام السابق، وهذه حقيقة ساعدت على عدم يعني إقرار القانون. صحيح أن هناك كان خلاف بين هيئة مكافحة الفساد وبعض أجهزة منظومة مكافحة الفساد في البلد مثل الجهاز المركزي وبعض المؤسسات، كانت ترفض إصدار قانون جديد وإصدار أو تشكيل هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة، باعتبارها أو هي اعتبرت أن عملية استرداد الأموال هي إحدى مهام هيئة مكافحة الفساد. هذه العملية أو هذه التجاذبات والخلافات أخرت إصدار القانون، بالرغم أنه مؤتمر الحوار الوطني أو مخرجات الحوار الوطني أكدت على ضرورة إصدار قانون وتشكيل هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة. كانت هناك جهود لكن كانت المعوقات كبيرة جدا. أيضا منظمات المجتمع المدني كانت قد قطعت شوط كبير في عملية تشكيل تحالفات محلية ودولية من أجل عملية استرداد الأموال المنهوبة. عملية أيضا قطعت شوطا في عملية التوعية، في عملية إرسال بعض المتخصصين والمهتمين للتعرف على هذا الجانب. اليوم أو من بعد 21 مارس تقريبا تحديدا توقفت كل الأنشطة حتى هذه الأيام. الدورة السابقة في مجلس حقوق الإنسان نفذنا ندوة عن استرداد الأموال المنهوبة، وقدمت أيضا ورقة، وكانت المرة الوحيدة تقريبا اللي تم إثارة الموضوع من بعد 21 مارس 2015، وهذه المرة الثانية. أحد أهم نقاط الضعف اللي كنا نعاني منها هي تحديد الأموال وتحديد حجمها. اليوم تجاوزنا جزء منها، لكن تبقى بعض نقاط الضعف، وهي عدم وجود القوانين، سواء قانون تشكيل الهيئة أو ربما الآن يعني ربما يكون قرار جمهوري، أيضا قانون إدارة الأموال، أيضا هناك كان لابد من وجود قانون حماية المبلغين والشهود، لأنه هذا القانون يحمي أي شخص يعني بوده أو يريد أن يبلغ عن أموال منهوبة سواء في الداخل أو في الخارج. يعني هذا القانون مهم جدا في الظروف العادية وفي مثل هذه الظروف. أيضا قانون يلزم المسؤولين في الدولة بالكشف عن أملاكهم وحساباتهم في بنوك الخارج. هذه الأمور تشكل نقاط ضعف، ويعني بالإمكان اليوم تجاوزها بإجراءات بسيطة تقوم بها رئاسة الجمهورية والحكومة. لكن أين هي الصعوبات التي يمكن أن تواجه الحكومة؟ اليوم لا توجد صعوبات. أنا في لا توجد نقاط ضعف، لا يوجد مبرر. هناك نقاط ضعف الذي هي القوانين، لكن بالإمكان يعني قطع ولو يعني شوط لا بأس به في عملية البدء بالمطالبة. أنا لا أعتبرها يعني حاجز أو مانع كما كانت في السابق. اليوم بالإمكان، هناك قرارات دولية، هناك حصار دولي على علي عبد الله صالح وعلى من عمل معه. في السابق كانوا شركاء في العملية السياسية، أما اليوم متمردين، وبالتالي العملية أصبحت أكثر سهولة. يجب التحرك الفعلي، وأنا أعتقد أنه العملية بالإمكان نصل إلى نتيجة في خلال إذن يعني لو تحدثت عن قانون استرداد الأموال المنهوبة والذي تم إصداره سابقا، مشروع نعم، ولا يزال تحت الإقرار، لم يقر حتى الآن، هل يمكن أن يكون أساس يمكن البناء عليه؟ هو يمكن يعني من خلاله يعني أخذ فكرة تشكيل اللجنة وإصدار قرار جمهوري.
وإصدار قرار جمهوري. عملية إصدار القانون تحديدا صعبة لأنه بسبب الإشكالية التشريعية ضروري يكون البرلمان مكتمل وعشان يعني حاليا هناك صعوبة. أيوة هذه الصعوبة فقط، وإلا القانون يعني شبه كامل. منظمات المجتمع المدني يعني خضع لدراسة منظمات المجتمع المدني. أذكر أنه قمنا بعمل ندوات وفعاليات في عواصم الأقاليم، سوينا في تعز، في عدن، في حضرموت، في المكلا، في الحديدة، في صنعاء، سوينا هذه الفعاليات لأخذ مقترحات المجتمع المدني لهذا القانون. يعني كان في شغل كويس في هذا القانون. عملية إصدار القانون الآن صعبة، وأعتقد أنه الحل البديل والذي يجب أن يتم الآن هو إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة. طيب لكن للأسف الشديد يعني أنا مسألة اللجنة هي يعني حتى أصبحت بالنسبة للناس لجنة معناته أن تضيع المسألة في دهاليز التشكيل ولا تخرج يعني بشيء واضح. يعني هل يمكن أيضا الاستفادة من ما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني التي كانت يعني متعلقة باسترداد الأموال المنهوبة؟ مخرجات الحوار الوطني هي كانت مبادئ عامة. نعم. الالتزام الدولة باسترداد الأموال المنهوبة والأراضي، سواء الأموال المنهوبة في الداخل أو في الخارج، التزام الدولة بتشكيل هيئة مكافحة هيئة استرداد الأموال المنهوبة، بإنشاء هيئة استرداد الأموال المنهوبة. نعم. أيضا مبادئ عامة مثل الالتزام باتفاقية مكافحة الفساد، هذه كانت مبادئ عامة. نحن الآن بحاجة إلى خطوات عملية. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ همدان العلي المدير السابق لمشروع استرداد الأموال المنهوبة المنفذ من قبل منظمات الشفافية في اليمن، كنت معنا في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.